هذا البرنامج برعاية رمضان مبارك. بثاني أيام الشهر الفضيل ينعاد على الجميع بالخير والسلامة والمحبة. منرحب فيكم بموعد جديد لبرنامج فيك بالعربي من استوديو الكومبيس بستوكهولم لنترافق سوا مع مواضيع مختلفة، وبيكون أملنا دايما أنه نقدر نحقق ولو شي بسيط من اهتماماتكم. مشاهدينا، ليش عم بحكي الحكي؟ لأنه أنتوا الحكم الأول والأخير على صفحات فيك بالعربي، فما تنسوا دايما تخبرون عن آرائكم، اقتراحاتكم، أو حتى مواضيع نطرحها من خلال صفحة الكومبيس على الفيسبوك أكيد. وبذكركم مثل كل حلقة بمسابقتنا الأسبوعية المقدمة من شركة سبيس تاون للسياحة والسفر، وهي عبارة عن تذكرتين سفر. بس لتربحوا لازم تعملوا لايك وشير، ومع الشير أو بس تعملوا مشاركة للبرنامج اكتبوا هاشتاج فيك بالعربي. وكمان مشاهدينا، اليوم رح يدخل اسمكم بالسحب بآخر هي الحلقة، بس هلا صار وقت نبدأ أولى صفحات برنامجنا، بس بعد الفاصل الأول. أولى صفحات فيك بالعربي حيكون عن سؤال الكثيرين عن عدد ساعات الصوم اللي بتتجاوز بستوكهولم ل 18 ساعة، وإمكانية الصوم حسب توقيت مكة أو أقرب منطقة بالسويد. تواصلنا مع الشيخ سعيد عزام الأمين العام لمجلس الإفتاء السويدي، وكانت الإجابة، خلينا نسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، صياما مقبولا وقياما إن شاء الله متقبلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على عامة المسلمين في كل البلاد. أما بالنسبة لسؤالكم، فنحن نعيش في البلاد الإسكندنافية، وحيث يطول النهار حتى يصل إلى حوالي 17 و18 ساعة، وفي بعض الأحيان قد يصل إلى، وفي بعض الأماكن قد يصل إلى أكثر من 20 ساعة. فنقول والله أعلم أن هذا الصيام أولا كتب علينا لمصلحتنا، لمصلحة الروح ومصلحة الجسد. والصيام مدرسة ربانية، يستفيد منها الإنسان إذا خرج من الشهر، وجد هذه النعم كلها عليه في تربيته وفي أخلاقه وفي جسده. الله سبحانه وتعالى ربى الأمم كلها على الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، حتى تتحقق هذه التقوى. والقضية ليست فقط قضية الامتناع عن الأكل والشرب والجماع، وإنما القضية قضية إمساك عن جميع المفطرات حتى التي تنقص من الأجر. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أجل ذلك نحن نقول: يصبر الإنسان ويحتسب ويتحمل هذه المشقة، ففيها أجر كبير، أجر كبير وعظيم. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام ورمضان هو شهر الصبر، شهر الصبر، والإنسان فيه يتربى على الإخلاص. لا أحد يعلم أنه صائم، ولذلك هو الذي يدع الطعام والشراب، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي، أو من جراي، أي من أجلي. ولذلك
نحن بالنسبة لنا نقول لهذا الصائم أنت المكلف، وأنت الذي تحدد إن كان تستطيع أن تكمل هذه الساعات الطويلة وتمتنع عن الأكل والشرب من دون أن يصيبك المرض، أو إذا كان عندك ضعف في بنيتك الجسدية فتشعر بالتعب وهذا، فأنت الذي تحدد متى تفطر. لكن من ناحية الحكم الشرعي إذا وجد الليل فالإنسان عليه أن يمسك من الفجر إلى غروب شمس اليوم، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام هناك ليل، وهذه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء وغيرها، إذا وجد ليل ونهار يتمايزان فعند ذلك على الإنسان المسلم أن يمسك من الفجر إلى الليل. لكن هذا الإنسان المسلم الذي يتقيد بالأحكام الشرعية أيضا هو المكلف، والتكليف في الصيام يضاف إليه الاستطاعة. فإذا كان مكلفا وبالغا عاقلا عنده قدرة على الصيام، فعليه عند ذلك أن يقوم بأداء هذه العبادة كما فرض الله سبحانه وتعالى. فإذا عجز لطول الصيام ولطول النهار، فإن عجز عن ذلك فعند ذلك يحق له أن يفطر. والله سبحانه وتعالى في آية الصيام قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. ولذلك نحن بالنسبة لنا نقول دائما للذي يعجز، خاصة من الشباب والصغار، للذي يعجز عن أداء هذه الفريضة، فهذا نقول له: الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخرى. أما المريض والمسافر فهذا عنده رخصة من الله. وقد بحثنا في ندوة خاصة بالصيام، صيام طلاب المدارس التلاميذ، وذكرنا فيها فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء وفتوى مفتي جمهورية مصر العربية شوقي علام وغيرهم، من أن هؤلاء الطلاب الذين هم فوق 15 أو 16 إلى 19 وحتى طلاب الجامعة، إذا كانت امتحاناتهم لا يستطيعون أداءها باستحضار وأداء جيد، يستطيع هو أن يأخذ بالرخصة ويفطر. وإن صبر على الصيام واحتسب عند الله وكان عنده قدرة على أداء هذه الامتحانات والتركيز فيها، فهذا له أجر عظيم إن شاء الله. أما ما دون هذا السن فهؤلاء يعودون على الصيام ساعات معينة بسيطة، ويراعى طول النهار ويراعى يعني مقدار تحملهم الجسدي، ويعني الفروق الشخصية بين هذا وذاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنيئا للجميع هذا الشهر الكريم، وشكرا جزيلا للسائل ولهذه المحطة. مثل ما سمعنا مشاهدينا، الشيخ سعيد عزام الأمين العام لمجلس الإفتاء السويدي جاوب على السؤال وكمان حكى بكتير مواضيع من شان رمضان. وبالنسبة للأشخاص اللي عم يبعتونا بالتعليقات هاشتاغ فيك بالعربي، فما رح تفوتوا بالمسابقة، لأنه شروط المسابقة هي نعمل لايك للفيديو ونعمل مشاركة للفيديو. بس نعمل مشاركة للفيديو نكتب على الفيديو، بس نعمل له مشاركة هاشتاغ فيك بالعربي عربي. يعني على الفيديو رح تعملوا له مشاركة مو على التعليقات. هلأ خلونا مشاهدينا نروح لتقرير، وهو عن انعقد ب 2 مايو منتدره
رواد الأعمال السويديين للسويديين الجدد. المنتدى ضم حلقتين للنقاش، الأولى لعرض العقبات والصعوبات التي تواجه من يبدأ بعمل مشروع خاص في السويد من أصول مهاجرة. الحلقة الثانية كانت تتناول كيفية مساعدة وتشجيع رواد الأعمال من السويديين الجدد. لنتعرف ونعرفكم أكثر عن المنتدى من تابع التقرير. يشهد مبنى كافي أوبرا وسط ستوكهولم انعقاد منتدى رواد الأعمال للسويديين الجدد أو فورم فور نيسفينس كانتربرينورر. المنتدى يجمع بين رواد أعمال ناجحين ورواد أعمال على طريق النجاح، كما أن المنتدى من تنظيم شبكة الكومبس الإعلامية. أكيد هذا المنتدى بيلبي حاجة كتير كبيرة، القادمين الجدد والجالية العربية والجاليات الأجنبية إجمالاً عم تكبر وبتتوسع، في كفاءات كتيرة جاية على البلد وحابين وبيحبوا يعملوا شركات خاصة. هلأ تسجيل شركة بالسويد شغلة كتير سهلة، منها كتير صعبة وما كتير بتكلف، ولكن الاستمرار وتطوير الشركة هي المشكلة. نحن لاحظنا انه في ناس كتير مثلا عم بتبلش عم تتعسر عم بتسكر، والاسباب اغلبها هي الى علاقة بشغلات خاصة فينا نحن كقادمين جدد او كاجانب او كسويديين جدد. هذا المنتدى عم بيحاول يشوف هاي شو هي المشاكل، يحاول يكون زي منصة لالتقاء الناس الناجحين مع الناس اللي على طريق النجاح، يتبادلوا خبرات يتبادلوا معارف. المنتدى بشكل دوري، يعني ممكن نشوف السنة الجاي لأي شخص كمان حابب يشترك. صحيح، احنا ممكن نعمل كمان على هامش هذا المنتدى بالوقت القادم شغلات تخصصية أكثر بتخص الأعمال بالسويد اللي بيقوم فيها خاصة السويديين الجدد، حتى يكون المنتدى أو النشاط تخصصي أكثر، فهو راح يكون نتمنى يكون دائم ودوري. Den här forum är otroligt viktig där framförallt både nysvenskar och några etablerade bolag, när man väl kommer igång med sitt företag är det väldigt viktigt att nätverka, träffa liksinnade entreprenörer, byta erfarenhet. Så jag välkomnar det här och jag tycker det är ett fantastiskt initiativ från Malkompis att arrangera det här. يعني حاجة رائعة جدا، وإنه تجمع هذه الناس كلياتها مع بعض البعض ليتحدثوا ويتعرفوا على بعض يتداولوا الأعمال، هذه فرصة للرجال الأعمال القدم والجدد وال معناها كل اللي جاي لهنا حتى يتعرف على بعضهم ويتبادل الآراء، وكيف مثلا يفتح الواحد شركة ويستثمر هنا في السويد. مشاهدينا، بعد التقرير رح ننتقل لنحكي عن البرامج، وكمان مسلسل برمضان رح ينعرض على قناة الكومبس. رح تكونوا على موعد مع مسلسل نفرتيتي للكاتب الدكتور أحمد دياب وإخراج حسن هادي. كمان العمل من إنتاج شبكة الكومبس، وهي الخطوة الدرامية الأولى في الإنتاج الدرامي. نتمنى هالمسلسل ينال إعجابكم، والمسلسل حيكون كل يوم أي يوم للساعة 10:30 والإعادة بفترة الظهيرة. كاميرا فيكا بالعربي كانت بكواليس المسلسل، والتقت الممثلين من تابع بها التقرير. إذا رجعنا المتن النص الأدبي اللي كاتبه الدكتور أحمد دياب، هو أعطاني من البداية كسر هذا الحاجز، لأن حينما أرى عند قراءتي للنص بأن هنالك لغتين مختلفتين تماما وثقافتين مختلفتين تماما
لكن استطاع أن يجد فيما بينهما خيط رفيع اشتغل عليه، ألا وهي العفوية. توجد عند الثقافة السويدية عفوية غير مكتشفة من قبلنا نحن الأجانب الموجودين في هذا البلد، وتوجد عفوية عربية أصيلة اجتهد واشتغل عليها المؤلف. وبالتالي حينما دمجوا هاتين الثقافتين أعطونا شيء جديد، ألا وهو سويدي جديد وعربي جديد في مكان جديد مع قصة جديدة مع معنى آخر. هلا هاي كانت تجربة جديدة بالنسبة لي كجراح. بالنسبة للكتابة ما كانت الأمور كتير صعبة، بس يعني كنت أحب أحكي عن المشاكل اللي تعرضنا لها أكثر من عن التجربة، لأنه تعرضنا لحجم كبير كبير من الإشكاليات اللي حاولنا بطول الوقت نحلها، من استعمال غرفة العمليات لتوقيت المستشفى للممثلين. مرة كان صعب، بس يعني نتمنى بالنهاية أنه إحنا كن حصلنا على الشيء اللي حبينا نقدمه. هلا بالنسبة لشخصية نيران، شخصية شوي معقدة، شاب يعني كبر بمجتمعين مختلفين بين مجتمع شرقي ومجتمع غربي، صراعه مع العائلة، صراعه مع نفسه، بالنسبة له الصح والخطأ أحيانا حدية، هاد صح وهاد خطأ، بيحاول فلسف الأمور كتير من وجهة نظره، لكن بالنهاية بنشوف كيف حياة ينتهي. مشاهدين، قبل ما تتابع بالنسبة للبرامج حتكون على شاشة الكومبس طيلة شهر رمضان الكريم، بدي جاوب على التعليقات. بالنسبة لهناء محمد، رمضان كريم يا هناء، وعملتي فيك أو هاشتاك فيك بالعربي، والمفروض تعملي شير للفيديو، وبعد ما تعملي شير بيجيكي رايت بوست أو تكتبي منشور، فهون بتكتبي هاشتاك فيك بالعربي. بالنسبة للأشخاص اللي عم يسألوا عن حكي الشيخ إذا مسموح نصوم بتوقيت مكة، فهو كان واضح حكيه. بالنسبة للأشخاص اللي بستوكهولم مفروض يصوموا على توقيت ستوكهولم، أما بالنسبة للأشخاص اللي بالشمال اللي ساكنين بالشمال فبيصوموا على أقرب منطقة بالسويد، يعني ما فينا نصوم نحن على توقيت مكة. كمان عم يسألوا بالنسبة للأشخاص اللي لو عندهم أولاد إذا بحق لهم الصيام أو لا، فهي المفروض نسأل الشيخ، بركي بالحلقة الجاية بيسأل عن هذا الموضوع وبيكون الجواب فيك بالعربي يوم الخميس. كمان حكمل ببرامج شهر رمضان الكريم على شاشة الكومبيس، حتكونوا مع برنامج طبق وبلد بموسمه الثالث، حتتابعوا أكيد على شاشة الكومبيس مع الزميلة ديما الحلوة. البرنامج حيكون الساعة 7 المساء ورح يقدم العديد من الجوائز. خلينا نروح مع البرومو ونرجع. ورجع برنامج طبق وبلد بموسم جديد، جوائز كبيرة بانتظاركم، تذاكر طيران، مفروشات، حلويات ومفاجآت عديدة تانية. ثقافه كتير بلدان رح نتعرف عليها كل يوم ببرنامج طبق وبلد طوال شهر رمضان على الكومبس. بالإضافة لبرنامج طبق وبلد كمان حتكونوا مع برنامج ولكن، وحتتابعوه مرة أسبوعيا وحيكون بأيام العطل مع الدكتور محمود آغا. بالإضافة لبرنامج فيك بالعربية اللي حتتابعوه يوم الثلاثة والخميس الساعة 1 الظهر على الهواء مباشرة، وضمن الحلقة حتكونوا في ربح، وهو ربح تذكرتين سفر لشخص واحد تقدمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. مشاهدينا، بعد عنكم فرصة للربح اليوم، عملوا لايك وشير مع كتابة عالشير للفيديو هاشتاك فيك بالعربي، مو تكتبوهم ضمن التعليقات. فاصل وراجعين. وفر وقتك، جهدك ومالك، كل ما عليك هو الاتصال بنا، وسيقوم مستشارو السفر لدينا بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بسفرك. 00 46 772 25 25 30. نذكركم مشاهدينا بالضغط على اعجاب ولايك لبرنامجنا مع هاشتاك فيك بالعربي ليدخل اسمكم بالسحب بنهايه الحلقه، وتكونوا من الرابحين لتذكرتين سفر تقدمه شركه سبيس تاون للسياحه
والسفر. مشاهدينا كمان بالنسبة للأشخاص اللي استلموا أو بدهم يستلموا الجوائز أو للاستفسار عن خدمات وعروض سبيس تاون للسياحة والسفر، ما لكم غير تتصلوا على الرقم 07-72-25-35. كمان لسه قدامكم فرصة للربح بأنه تعملوا لايك وشير للحلقة، ومع الشير بتكتبوا هاشتاك فيكا بالعربي. هلا خلونا نروح لفاصل سوشيال ميديا وراجعين. فاصل السوشيال ميديا كان من قبل فيديو ارسل من متابع للكومبيس عمار محمد يلي عم بيشاركنا بزينة رمضان بمنزله. اما هلا حنروح كمان لرسالة او رسائل كتير وصلت للكومبيس بتحكي عن مدى صحة الاخبار اللي بتتحدث عن التمر الايراني وشركة النسيم يلي بتسبب هذا التمر بمرض التهاب الكبد. رح نحط الصورة، هي الصورة للتمر. داغز نهيتر نشرت هي الصورة وحكت عن معلومات عن موضوع التمر. وبالنسبة لهذا الموضوع مشاهدينا التحقيقات جارية عن صحة هذا الخبر، وبأنه هلا صحيح بهذا الموضوع أنه في شحنات من خارج السويد وصلت للسويد وتم تداولها وتسببت بالتهابات الكبد. وكما ذكرت كمان صحيفة داغز نهيتر أنه عم بيتحققوا بهذا الموضوع وأكدوا أنه هذا النوع أو هذا التمر مصدره ملوث. بعض الصحف كمان قالت أنه العام الماضي صار في نفس الحالات بالدنمارك وكان في شكوك حول هاي الشحنات القادمة من إيران. كمان بالعام الماضي كمان حكوا عن بالدنمارك كان في تحقيقات عن هذا الموضوع انه وصلت التمر من خارج السويد. وبالنسبه للتمر اللي عم ينتشر على صفحات السوشيال ميديا اللي له علاقه بالتمر الايراني، لهلا ما في اي نتائج، بس عم بصير التهابات بس ما حددوا شو هو النوع او شو اسم هذا المنتج للتمر. أما هلا فحنروح لرسالة من كريم جرار من بوروس، طلب نشر روزنامة لرمضان. هلا بالنسبة للروزنامة يا متابعنا حتشوفها هلا هي الروزنامة، فيكم تحصل عليها مع جريدة الكومبس الورقية، العدد الأخير ورقمه 66. وأكيد رمضان كريم لكل اللي عم بيتابعونا. أما هلا فعملوا لايك وشير، ومع الشير عملوا هاشتاك فيك بالعربي لنشوف مين حيكون رابح لليوم. مشاهدينا لكل الفيسبوكيين إذا حابين تشاركونا صور أو فيديوهات لأحداث كتيرة من مناطق مختلفة بالسويد وخارجها كمان، أو أي سؤال حابين ترسلوها فبعتونا إياها على صفحة الكومبيس. أما هلأ فصار وقت اقرأ شوية تعليقات وبعدين بنشوف مين حيكون رابح لليوم بتذكرتين سفر تقدمت شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. أول شيء رمضان كريم للجميع، وبالنسبة للأشخاص اللي بعدهم عم يبعثوا لي على التعليقات هاشتاك فيك بالعربي فاسمكم ما حيدخل بالسحب، لأنه حصرا لازم تعملوا لايك وشير، ومع الشير نعمل كتابة على البوست فيك بالعربي. أما بالنسبة لأهل وسهلا يا محمد، شكرا كتير لإلك. دانيا أهلا وسهلا متابعة لبرنامج فيك بالعربي. كمان عم يحكوا عن موضوع التمر، عم تقول
عم بتقول كمان إبراهيم عم بيقول إنه التمر فاكهة الوحيدة اللي ما بتصير فيها بكتيريا، لهيك لو ضل مكشوف فبالنهاية تحقيقات هلا الجارية، وأكيد بس يوصلوا لنتيجة حيكون موجودة على السوشيال ميديا أو عن طريق دوغز نهاتر. دانيا برنامج كتير حلو نورتو، شكرا كتير يا دانيا، وإن شاء الله تكوني من الرابحين. عملي لايك وشير لحلقتنا ونكتب هاشتاك فيك بالعربي مو ضمن التعليقات إنما على صفحة أو على الشير اللي رح ينعمل للفيديو. أهلا وسهلا فيك يا هنا ورمضان كريم عليك. علاء الدين الخطيب، بالنسبة لك يا علاء فيك بالعربي مو ضمن التعليقات، فيك بالعربي حتكون مع الشير اللي انت او مع الفيديو اللي رح تعمل له مشاركة على صفحتك بالإضافة للايك. اللي عم يعمل لايك لازم يعمل شير مع كتابة هاشتاك فيك بالعربي. محمد الحموي أهلا وسهلا فيك، كمان شير ولايك مع كتابة فيك بالعربي ليدخل اسمك بالسحب بآخر الحلقة، ويمكن تكونوا من الرابحين بحلقة اليوم. ومساك يا علاء الدين أهلا وسهلا فيك، كتير بالتعليقات كانوا عم يحكوا على موضوع الشيخ سعيد عزام اللي حكى عن الصيام. رائد شكرا لك، شكرا للتعليق بحلقتنا. كمان ماجد أهلا وسهلا فيك، وأكيد بالنسبة للموضوع اللي عم تطرحه رح يكون ضمن حلقاتنا القادمة. بالنسبة لفضل عم بتابع برنامجنا برمضان بالإضافة لمسلسلات، أكيد كل شخص برمضان تختلف، هلا بتكتر البرامج بتكتر المسلسلات، كل شخص بيختار كم برنامج أو مسلسل مشان يتابعه. ماجد انت فهمت شيء من اللقاء مثل ما ذكرت انه كثير واضح بالنسبه للاشخاص اللي عم بيصوموا على توقيت مكه فلا يجوز، لازم الصيام بمنطقه اللي بستوكهولم بيصوموا استوكهولم، بس بالنسبه للشمال لانه ساعات الصيام طويله ففيهم يصوموا على اقرب منطقه او اقرب مدينه بالسويد. رمضان كريم من الجزائر أهلا وسهلا فيك يا سفيان. رنا كيف بنقدر نحصل على جريدة الكومبس؟ جريدة الكومبس متواجدة بستوكهولم، إذا بس خبرينا يا رنا أنت وين بالضبط بستوكهولم، أو راسلين على صفحة الكومبس لحتى نحدد لك الأماكن اللي بيتواجد فيها جريدة الكومبس الشهرية، وكمان العدد الجديد نزل العدد 66 اللي بتلاقوا فيها رزنامة رمضان. غيث تحياتي لك من بيروت، أهلا وسهلا فيك يا غيث، تحياتنا من ستوكهولم. رامي يسعدنا أبعث إليكم أصدق التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ما ينعاد عليك يا رامي وشكرا لك. مساء رمضان كريم على الجميع، هادي شكرا كثير يا هادي على تعليقك ورمضان كريم. طيب بهالأثناء يمكن صار وقت نشوف مين الرابح معنا لليوم، وبرجع أذكر أنه الأشخاص اللي عملوا لايك وشير لحلقتنا وكمان مع الشير عملوا فيك أو هاشتاك فيك بالعربي رح يربحوا معنا تذكرتين سفر تقدمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر، يلي بتوفركم عروض مميزة على مدار العام وحجوزات تذاكر الطيران والحجوزات الفندقية لجميع أنحاء العالم، بالإضافة لأوزان تصل ل 54 كيلوغرام لمعظم وجهات السفر مع إمكانية التعديل والتغيير على التذكرة مجانا. كمان مشاهدينا في إمكانية التقسيط. أما بالنسبة لمين حيسمع اسمه بآخر الحلقة أو هلأ، لأنه مثل مشايفين نائل حط الأسماء لنشوف مين اللي رح يربح. بالنسبة للأشخاص اللي ما حيربحوا معنا ما يزعلوا، لأنه الحلقة الجاي كل ثلاثة حيكون عنا سحب لتذكرتين سفر لرابح واحد تقدمة شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. أكيد بنتمنى الربح للجميع، بس ما في مشكلة إذا الحظ ما حالف الشخص لليوم. نعمل ستارت يا نائل لنشوف مين رابح معنا لحلقة فيك بالعربي ليوم الثلاثاء. الأسماء عم تطلع،
كل اللي عمل لايك وشير لحلقتنا راح يربح معنا. رابح لليوم هو عبد اللطيف أرقاب، إن شاء الله أكون لفظت الاسم صح. عبد اللطيف ألف مبروك، ربحت معنا تذكرتين سفر تقدمت شركة سبيس تاون للسياحة والسفر. مع الربح بدي أتشكر كل اللي عم بيعلقونا، وبالنسبة للأشخاص اللي عملوا فيكا برجع بذكر تعليقات ما بتكون بفيكا بالعربي. الربح هو له علاقة بأنه تعملوا للفيديو اللي عم تتابعوه لايك وشير، وبس تعملوا شير للفيديو بيكون مكتوب أنه تكتب شيء للبوست، تكتب هاشتاغ فيكا بالعربي. مبروك للفائز صح، مبروك لعبد اللطيف. مشاهدينا بدي أتشكركم كثير. مع الربح بتكون خلصت فقرات برنامجنا، بس أكيد تقارير وأخبار وبرامج الكومبيس بعدها مكملة على موقع الكومبيس.sa وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير لحلقتنا مع هاشتاغ فيكا بالعربي لحتى تكونوا من الرابحين معنا يوم الثلاثاء الساعة 1 الظهر، بس موعدنا بيتجدد معكم يوم الخميس 1 الظهر مباشرة. رمضان كريم، باي باي. هذا البرنامج برعاية